متتبعي قناه الفاس بريس، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي. اليوم غادي نناقشوا مشكل قطاع النقل الطرقي مع الارتفاع في اسعار المحروقات. كانت مجموعه من اللقاءات اللي عقدوها مهني النقل الطرقي مع الوزاره المعنيه وهي وزاره النقل واللوجيستيك من اجل يعني انكباب عن المشاكل الحقيقيه اللي تعرفها هذا القطاع، ومن بينها القضيه تاع الدعم المحروقات اللي كانت وعدت به حكومه عبد الاله بن كيران اثناء تحرير اسعار المحروقات. من اجل مناقشه القضيه وقضايا اخرى نستضيف سي مصطفى الكحل، امين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل. سي مصطفى الكحل، في الاعتقاد ديالك شنو هو التوجه اللي غتمشي فيه الحكومه من اجل امتصاص غضب مهني النقل خاصه مع الارتفاع تاع اسعار المحروقات؟ وبالفعل هو سؤال وجيه غير بالنسبه للتوجهات الحكومه، وبان يعني عفوا بان لنا من خلال التصريح الحكومي من خلال الاجتماع اللي عقدته الاغلبيه، وكان خرج رئيس الحكومه بمرافقه الساده الزعماء الاحزاب اللي مشكلين الاغلبيه، على انه خطاب للمغاربه على انه كاين انسجام وغادي نلقاو حلول. وفعلا هذا الاحتقان اللي حاصل دابا الان في غلاء المعيشه وفي الزياده في اسعار المواد الاستهلاكيه المحروقات التي هذه النقطه التي افاضت الكاس، يعني تبين لنا على ان رئاسه الحكومه حتى المخرجات ما واضحاش، يعني غادي في كسب الوقت، يعني ما كاينش جديه، ما كاينش اجتماعات مع اللجان يعني باشراك التشريع في هذا الباب هذا باش نخرجوا من الازمه. الازمه ماشي سهله، رئاسه الحكومه الطريقه التعامل مع الازمه تعامل سلبي، تعامل كينتظر من المغاربه هما يفكوه، هما يعطيو حلول. دابا بحال رئيس الحكومه كيتسنى المغاربه يعطيو حلول، اجا السي اخنوش هالحلول، راه ما يمكنش. رئيس الحكومه خاصو هو تكون عنده كاريزما بعدا ديال شخصيه سياسيه غيعطي للمغاربه هالازمه هالنتائج هالحلول، ولو تكون فيها واحد بسيط الامل. احنا اليوم من ممكن بعد التوجه تيقول بان الحكومه غتمشي في هذا الاطار تاع تقديم الدعم اللي كان وعدات به حكومه تاع بن كيران اثناء رفع او تحرير اسعار تاع المحروقات، يعني غادي يفعلوا هذه المساله تاع الدعم. هو اسمح لي السي احمد، هو من خلال الاجتماعات اللي مرات حضرت فيها خلال هذه الاسابيع، الاجتماعات يعني باش نحيل انا موضوع الغاز والمحروقات لوزير النقل واللوجيستيك، اذا فينا قطاعات الوزاريه الاخرى المعنيه؟ اذا الامور ما واضحاش. رئيس الحكومه خاص يدير اجتماع رسمي مع الفاعلين، القطاعات الوزاريه الاخرى المعنيه تكون حاضره باش نعرفوا بان كاين جديه في التعامل مع الملف، باش انا نبقى في البيرو ديالي وفي المكان ديالي ونحيل الملف مناقشته مع وزير النقل واللوجيستيك. يعني في اعتقادك حتى وزير النقل واللوجيستيك ماشي اللي عنده في يدها الدعم؟ ما يمكنش ما يمكنش، اش غادي يعطي وزير النقل واللوجيستيك الاختصاص؟ دابا يعني الامور وزير النقل واللوجيستيك عنده ملفات كتعلق بالنقل متفقين معني بها تحت اشراف رئيس الحكومه، الغازوال في قطاعات وزاريه اخرى خصو يشرف على رئيس الحكومه بيدو، الملف ما سهلش والامور على اشدها والازمه العالميه احنا متبعينها، وما نبقاوش نعتبروا عفوا الامور سهله. المواطنين يترقبون، المهنيين راه هما مواطنين يترقبون واش فعلا غيدعم. حنا سمعنا رئيس مجلس النواب في تصريح صحفي يتكلم على الدعم بعض القطاعات الحيويه، تكلم على القمح، تكلم على الدعم ديال الغازوال، تكلم على المحروقات، ولكن التصريحات الاعلاميه ماشي هو التصريح الرسمي. الرسمي فيه لجان، يعني انتم لحد الساعه باقي ما توصلتوش بشي قرار رسمي من طرف الحكومه على مستوى الدعم؟ ما كاينش التزامات، ما كاينش التزامات موثقه بخصوص هذا الشان باش نقولوا فعلا غنطمئنوا. ولكن علاش انتم هذا الشيء كله ما كاينش التزامات ما كاينش هذا، علاش علقتوا الوقفه الاحتجاجيه اللي كانت غدار يوم 1 مارس 2022 يعني الثلاث الماضي؟ هو السي احمد الاحتجاج كان متفرق بلغات، يعني ولات كتنزلها بحال الشتاء، اضراب هنا احتجاج هنا كذا، الوزاره وجهت دعوه. اذا احنا الفلسفه ديال الاحتجاج والاضراب هو وسيله، ما دامت وسيله للضغط على الحكومه او على الجهات المعنيه ملي كتوجه لك دعوه، اذا باش تبقى تبان يعني واضح للاعلام للراي العام الوطني وللدولي فعلا نعرفوا احنا هذه الحكومه اش غتعطينا. وجهت دعوه كاين تم التعليق، والاحتقال راه قائم، راه باقي الان الناس واقفين في بعض المناطق في الجنوب في بعض المدن المغربيه
متوقف على العمل لانه تجاره خاسره. الغازوال بواحد الثمن، القيمه ديال النقل منخفضه، اذا ما يمكنوش يخدم بخساره، اذا متوقف ومحتج. اذا غير اجماع وطني باش يكون احتقان واضراب وطني، حنا المخرجات ديال الاجتماعات اللي تمت في مقر وزاره النقل واللوجيستيك، مخرجات اللي حنا حضرنا ليها مخرجات غير موثقه، لان الوزير معذور، الرئيس ديالو كلفو يستمع للمهنيين، مع العلم ان الرئيس راه في راسه. هنا كيبان لك الخلل. واش انت رئيس الحكومه وجهنا لك رسائل بخصوص واحد الموضوع، اذا انت خصك تكون مهيئ. تقول بان الوزاره المعنيه بهذا القطاع هي وزاره النقل واللوجيستيك، هي اللي خصها توصل الحلول مع الناس. يعني ماشي في الغازوال، ماشي في المحروقات. حنا كانت في السابق كانت الوزاره الحكمه اللي كانت معنيه، كانت كتجتمع بمقر الوزاره ديالها بتكليف من رئيس الحكومه، اجتمعنا معاهم، للاسف ما وصلناش الحلول، كانت وزاره الحكم. اليوم فين الوزاره؟ بغينا نعرفوا القطاع الوزاري اللي معني بالامر. وفي اعتقادك علاش القضيه تاع الدعم، رغم ان الوعد كان واضح بالنسبه للمهنيين النقل الطرقي في عهد حكومه بن كيران ان غيتخصص لهم دعم المهنيين النقل على اثر ارتفاع اسعار المحروقات، على اثر تحرير اسعار المحروقات، علاش ما كانش؟ علاش الخلل؟ فين كان الخلل؟ انا نعطيك الخلل، هو ان دائما احنا ولينا مفاهمين الحكومات ديالنا. دابا المغاربه كلهم ولاو سياسيين. دابا الحكومات ملي كيشدوا ورقات، بعض الورقات تتعلق بالشعب المغربي بحال هذه القضيه المحروقات من 2005 كنظن، كيعتبروا ورقه سياسيه كيكسبوا بها الوقت. لاحظتي في الحكومات السابقه احداث صندوق المقاصه، دعم بعض القطاعات الحيويه، رفع الدعم لان كاينه ازمه اقتصاديه في البلاد، الخزينه، غنديروا التسقيف، غنديروا كذا، لدرجه ان حتى وزير الحكمه السابق السيد داودي الله يذكره بالخير خرج في الاحتجاج وانتقد لمساندته بعض الشركات، والشعب المغربي انتفض. يعني السياسه الحكومه المغربيه هذا في نفس المنهجيه، مع العلم ان اليوم حنا عندنا رئيس حكومه ورجل اعمال، رجل اعمال يعني خص تكون عنده يعطينا حلول. يقولنا فعلا هذه الماده المحروقات مع انه حيوي في هذا المجال هذا، ها فين عندنا الازمه، ها اللي يمكن الدوله المغربيه تساهم به، ها كيفاش نعطي مثال. مثلا قطاع الطاكسي، قطاع الطاكسي سياره الاجره عنده دعم مخصص من 2013، وهذا الشيء غلاف مالي تم اخراجه واحداثه بالمصادقه عليه في التشريع وخرج بالجريده الرسميه. فين فلوس المهنيين؟ والوزاره الداخليه هي المعنيه. اذا هنا ما نبقاوش نضحكوا على الناس. الا فعلا الدوله المغربيه كتخاف من الاحتقان وتقول فعلا البلاد خصنا نراعيو، اذا هما مباشره خصهم يخرجوا الدعم هذا بعد اللي كاين ديال سياره الاجره ويعطيو للناس يستافدوا باش ما يقيسوش القدره الشرائيه ديال المواطن. المواطن اليوم لازم تعرف بالتعريفه ضريتيه. اذا المواطن خصو يفهم بان الطاكسي راه عنده دعم سادين عليه، فلوسو كاينين مسدودين عليهم، شكون السبب؟ هذا سؤال. هضرت على المواطن، المواطن تيقول لك اودي دابا حاليا تيقول لك رغم ان بعض الطاكسيات رجعوا لسته البلايص، باقا ديك التعريفه تاع كوفيد وتاع كورونا. يعني حتى انتم خصكم تكونوا مواطنين شويه، ويكون المهني تاع سائق الطاكسي هو يكون يحس بهذاك اللي مركب موراه. هو شوف سي احمد، هو سائق الطاكسي هو مواطن، والاكراهات كيعرفوها المواطنين اللي كيتنقلوا مع الطاكسيات، وكيقول لهم الله يكون في عونكم. راه ما يمكنش انت اللي طرد الغازوال وصل ل 11 درهم وانت كتنقل مواطن ب 5 دراهم، اش غيديه هو لوليداتو؟ راه هذه المفارقه الخطيره. علاش كنقولوا الوضوح؟ راه الاشكال ديال المهني ديال الطاكسي ولا نقل البضائع ونقل المسافرين ولا نمط النقل والمواطنين على حد سواء، اشكاليتهم عند الحكومه. لان الحكومه الا دعمت الاشياء الاساسيه اللي كيستعملها المواطنين، ما غنضرش انا في جيبي، انا غنتنقل وانا مريح، وغتكون الرقابه، السلطات المحليه تخرج دير خدمتها، واي سائق اللي هو مدعم وزاد على المواطن يتعاقب، والمواطن هو اللي خرج على السيطره حتى هو باش نحميه الاطراف، نحمي حقوق المواطن، ونحمي حقوق السائق المهني، ونحمي حقوق ذاك الخضار وذاك الجزار وذاك اللي كيبيع المواد الغذائيه. ولكن الحكومه تتفرج، وهذا الشيء راه وقع السي احمد في فتره كورونا في 2020. الحكومه اش دارت؟ قلصت من عدد الركاب ورجعت كتفرج. ايوا انت نقصتي من عدد الركاب وخليتي المواطن مضارب مع السائق، واش انا غنهز ثلاثه البلايص ونديو بنفس التعريفه والمازوط، وانا اللهم نمشي نوقف نسد على الطاكسي ونريح نخدم؟ هذاك المواطن غادي خدام، راه الا ما ربحش في الخدمه ديالو غيبرك.
اذا كيتقاضى واحد الاجر، الا ما عندوش الرباح باش يسد الرماق العيش ديال وليداتو هو خاسر. واش كاين شي واحد يخدم خاسر؟ يخدم ما رابحش؟ على مكان بحال كان عندكم واحد اللقاء مؤخرا مع في مجلس مدينه الدار البيضاء، اشني مخرج هذا اللقاء هذا وباش اشني الحلول اللي تقترحات من اجل حل مشاكل تاع قطاع سياره الاجره على مستوى مدينه الدار البيضاء؟ وقطاع التاكسي وقطاع ما يمكنش يتم الاستغناء عليه، لانه كيأدي واحد الخدمه ما يمكنش يغدها الترامواي والنقل الحضري وانماط النقل الاخرى اللي هي كتأدي خدمات مميزه. تاكسي ما تعطاش حقه، امتى كنفيقوا حنا؟ حتى كتنزل علينا الضربه. هاد المسؤولين ما لا السابقين ولا الحاليين راه حتى بغاو هما يستافدوا، حتى بانت لهم الغانمه قالوا واجي هذا القطاع حنا ما مستافدينش منه خصو يخلص الضرائب وكذا، وما قربوش ليه حتى جاوا. حنا تعلمنا السياسه منهم ولكن حنا كنخدموا بجد، لان حنا عندنا غيرتنا على بلادنا، ولكن هما ما شاء الله يعني النقاش خصو ياخذ واحد الاتجاه في الصالح العام. يعني انا مدينه الدار البيضاء كنعيش فيها، انا مواطن، انا ابن مدينه الدار البيضاء، اذا التنميه خصنا نساهموا فيها جميع، بمعنى ان انتم الا بغيتوا هاد الطاكسي تنظموه وتاهلوه اعطيوه حقه، ماشي ناخذ منه هو ما عندوش مكان فين يخدم، مكان مخصص. وانت كتشوف حتى الطوبيس داروا لي مكان، وانا حقي كمواطن وكمهني في الطاكسي يعني وليت محروم منه. طوبيس بلاص قلنا الطرامي ما كاين مشكل، ولكن الطوبيس علاش؟ اذا هذاك المكان المخصص، اذا حتى الطاكسي خصو يمشي فيه، وقلناها لهم في الاجتماع، ماشي يمشي مع المواطن ومواطن زربان، واحد مريض، واحد خصو يوصل في قصر وتبقى انت وسط المواطنين، لا انا خصي مكان مخصص، خصو يمشي في المكان ديالو. يعني التركيبه ديال التدبير، كيقول لك واحد المثل المغربي قال لي بطاح، قال لي راه من الخيمه خرج مايل، راه هادو تما بحال السابقون، باغيين تما يعمروا الصندوق ديالهم وينميوا لا سميتو. وكان اعتراف، اسمح لي السي احمد، كان اعتراف في الاجتماع اللي حضرت ليه رئيسه مجلس مدينه الدار البيضاء رئيسه العمده، كان اعتراف ان الميزانيه ضعيفه وحنا بغينا ننميوها وكذا. اذا هذا ما كانش هذا الحس عند العمده السابق والعمداء اللي دازوا، ولكن هذه السيده اذا كانت فعلا صادقه راه خاصها تمشي بعد المرافق اللي فيها الفساد وفيها استنزاف اموال المواطنين بدون تقديم خدمات، وهي راه عارفه هاد القطاعات. ما تجيش للطاكسي، الطاكسي راه حيط قصير، قطاع غير مهيكل، اش غادي يعطيك؟ وراه خدام بحالو بحال داك السيد اللي في الموقف كيتسنى حتى هو خدم يدي شي حاجه، ما خدمش ما يديش، اذا شنو ناخذوا منه؟ يعني اسف، يعني هاد الاجتماعات اللي مرت اجتماعات ما كانش فيها الجديه الحقيقيه، كان فيها واحد النقاش ديال اننا يعني بغى يعرفونا واش فعلا هذا القطاع غادي نستافدوا منه اما غنستافدوش منه. والنقاش ملي كيمشي في هذا الاتجاه كتكون نتائج سلبيه، نحن بغينا النتائج الايجابيه، والاداره سد الباب للحوار ديالها مع جبتي هذا القطاع. والسيد والي الجهه من نهار ولا والي ولا اجتماع دار، كاين وعود، كان مرؤوسين كيقول لك اودي اعطانا تعليمات، راه غادي نعيطوا للمهنيين والتمثيليات نجتمعوا، ما بين اخر ما كاينش اجتماعات والامور يعني ما. شكرا جزيلا على قبول الدعوه. الموضوع تاع التقسيط كبير كبير وشائك وشائك ان شاء الله في حلقات اخرى ان شاء الله. شكرا سي مصطفى الكيحل على قبول الدعوه. متتبعي قناه الف اسبريس، الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.